السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بالجميع في الحلقة 16 من الكريم بود. نشكر المنتسبين، نشكر الآن 70 ونواف. قلنا لهم انتسبوا ولا سوينا لهم ولا فعالية إبراهيم. والله ما يصير الكلام. في وجهي يا جماعة لا أدلعكم لا أضربكم. في مناديل؟ مسح. يا أخي والله العظيم مرجلة يا أخي. شكرا يا أخي. وضعنا في الدوري يا جماعة الخير، حنا المركز الثاني نبعد عن الأول والله بفارق كبير. يا سلام، فزنا على ليدز يونايتد يا إخوان. حلو ممتاز. أنا كان عندي رؤية وثقة إنه والله الرجال رجال ثق فيهم مرة. عندي إشكالية. الآن راح نلعب ضد ويست هام وعلى طول ضد السيتي. ما في راحة. يس. فزنا برضو على ويست هام. والله صح يا عيال صح. فارس مسجل هدف كم؟ كيف الفارق دحين؟ إي والله. الفارق 9 نقاط. 9 نقاط والله يس. والله ممتاز نقدر. ومن اللي يقول إحنا ما نقدر. اسمع اشكاليه مانشستر سيتي ما ينافس على الدوري خلاص، بس انه يبي يستقعد لنا. جلدنا جوارديولا دحين عنده ثار. ايوه فتكفى ابراهيم. تفضل استاذ. استاذ احمد سؤالي هو مهم مين اللي باقي السؤال؟ بالله تكفى الفار. تمام عشان اتفضل انت. ما رايك في المباراه؟ هل تستقيم كورتيبن يا رجال؟ يا رجال ما عليك منهم. اتفضل معك محمود من صحيفة البطاطس. هل احنا قلنا لك كورتيبا من اول ترجع تعيدها؟ يقول لك جوارديولا يهدد في الصحف. يا رجال بنلسع ابوه على صلعته. كيف؟ جيب جوارديولا جيب يلا انزل. ترى انا ناوي اشتري من متجر احمد شو البيع الكويس. ابرك الساعات ما فيها حاجه الا اذا اشتريت من عندنا ممكن تخش معنا في سحوبات على كوينز اسبوعي بشكل اسبوعي. تخيل بس مجرد انك ما تدخل انت تخش في السحب. يعطيني جوال ابشر 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 الان الان اوفسايد صح 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 صح. لا اعطني اكس يا اخي ايش تسوي؟ والله بيبحاشرنا. روح ما تأخر اركض يا الزجاجة. دقيقة واحدة ناخذ فيها نفس. عندي هم. والله انك فنان، يمين بالله انك فنان. اول هدف بلينغهام. ايوه بعد تعال نهدى الان نهدى تكفى. ركز لي كورتك كانت ما يمشي. والله صح. عادي 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 والله حلوة. اكتب فاول عادي طلعك. لا خرشني لا ليش اكسب فاول يعال. القم يا سلعون القم يا كلمة القم. تكفى يا والله لا يا مستر احمد كيف راح تفوزون على ليفربول وانتم بالكاد فزتوا على مانشستر يونايتد؟ يعني كل ثمن بس. ايوه شوف ايش يقول بالقوه فزنا على مانشستر يونايتد. نفوز نفوز ندوس دوس ندوسهم دوس ندوسهم جلد. ايوه كلوب. لا ليفربول ليفربول مين مدربهم؟ يورجن كلوب. جيبه والله ندعسه. كان فرق 9 يعني تعادل هم ممتاز. الامل والله الامل فيه تصاعد. طيب ايش يسوي في ذا الحين؟ وسط مركزي يزيدوا في السرعه بس يقول ترى ما حيزيد في السرعه شيء. والله لياقته تعبانه مره يا اخي. يلا وسط مركزي. انا اذكرك الموسم الجاي هؤلاء اللاعبين راح يكونوا من ضمن الناس اللي راح نعتمد عليهم. السلطان زعلان يا ولد. يا عمي عمرك 42 كويس انه احنا يعني جايبينك معانا. وهذا زعلان بخصوص الراتب. هل لازلت تفكر في المال؟ الزمه مثل ما تناقشنا في بدايه الموسم قد لا نحقق هدفنا يرجى إعادة زيارة الأهداف. طيب هذه حققناها. تطوير الشباب يا ود ما جبنا من الأكاديمية ولا رفع قيمة ناديك بنسبة 5% من خلال بيع اللاعبين. والله صفر الوضع المالي. رفع قيمة ناديك بنسبة 5-0 هذه تنحسب في نهاية الدوري. والنجاح القاري لا يوجد. طالبات لقد جاء إلينا لوكا مودريتش وأخبرنا لم تقوموا بأي محاولات لحل مشكلة عالقة براتبه. ليش ترسل رسالة؟ كلمني يا أخي. أسوي فيها الدلف. إيش يبغى الحين يعني إيش يبغى راتب؟ أرسل طلب انتقال يبغى يروح. رجال خلي يروح الشايب عندنا لعيبة صغار. أيوة جالس ينزل خلي يدي الزمها بس.
4-0 يا عمري. ليتس جو. 6 نقاط الان بيننا وبين ليفربول، تعادلوا كمان. باقي لنا 3 مباريات، هي ما في غيرها. خلينا نعرف هم يلعب ضد مين. يلعب ضد وستام بعد معانا. طيب بعدين بيلعب ضد مين؟ راح يلعب ضد مانشستر يونايتد، اخر مباراه هم. يعني في امل كبير يا ابراهيم انه خلينا نفوز الان على نيوكاسل. ليتس جو. والله مرجله واللي سجل وولكر وفات يا رب. يا رب يا رب يا رب. الفرق كان 6 نقاط. 3 نقاط. لا ما لعب مباراتهم. 6 نقاط. ويلا على بابك ما خذوا طلابك كله علشانك. ويلا على بابك. مستر احمد، انا اتوقع انه انتم خايفين جدا من هذه المباراه، خصوصا انه يورغن كلوب هو المتصدر الى الان برصيد 88 نقطة. هل تتوقعون أنكم في هذه المباراة تستمرون في سلسلة انتصاراتكم، أم تتوقعون أن تكون هذه المباراة هي المباراة الأخيرة لسلسلة الانتصارات؟ ما هي مجرياتك للمباراة، وما هي توقعاتك لهذا السيناريو الذي يحصل لهذه المباراة؟ أبشرك، خلص السؤال. قوم شيء، كان نزلت السؤال هذا في اليوتيوب. أحد سؤالك يا غبي. المهم اسمع، ايش يقول؟ قال والله ما ادري ايش قال. المهم احنا داقين يورغن كلوب، وباذن الله الفوز من نصيبنا. مشينا بس يا ابن الحلال. عندنا مباراه، قوم يا شيخ. عندنا مباراه، قوم. عندنا مباراه، يلا يا مسلم. عندنا مباراه، مشينا. عليك حلوه ذي، والله حلوه، والله حلوه. تبى تروح؟ والله بتروح. بتروح يلا يلا يا كبير. احسم والله اللي تلقم. احسم يا شيخ، احسم. ايوه. لا اوفسايد. مره مو اوفسايد. طب اتصرف. ايش تصرف؟ ايش اسوي؟ لا تجي معايا، لا تقرب. حلوه ذي. تكفى يا احمد. اسمع، فاتي. يلا فاتي يا شيخ. ابراهيم، فرق 3 نقاط، باقي مباراة. هم راح يلعبوا ضد مانشستر يونايتد، واحنا حنلعب ضد ساوثهامبتون. ازعجونا ذولي. نحن لا نسير يا عمي. دز امها. اذا جبنا الدوري يقولون ترززون بالكاس. اي والله، بدل ما يكونوا عون صايرين فرع. احسنت لهم دهرا فاساوي لي يوما. كيف صح كذا؟ المهم انت فهمت. كل من امثالك الزفت. شوفوا يا شباب، مباراة بالغة الأهمية، نحاول قد ما نقدر نفوز على ساوثهامبتون. لا تفكروا في ليفربول بكيفه، احنا اهم شيء بقد ما نقدر نفوز في المباراه هذه. تكفى. يا عمري اركب. يا سلام عليك. يا سلام عليك. نبغى نسجل عدد كبير من الاهداف لعله ممكن، ما ادري ايش يصير. صح. ايه عبدو عطيه. ارحم لي امك يا ابراهيم. حقك ما جنبي. يا عيني عليك. ايوه يا شيخ. يا سلام. يا سلام. اعوضك انا. اسكت، ما ادري ايش بيصير الحين. يا عمري اريولا. ما في
فيهم خير لا في البلاي ستيشن ولا في الحقيقه. الجانب المشرق الموسم الجاي راح نلعب في الشامبيونز ليج، اتينا من الخلف والله جابوا الدوري. شوفهم الله لا يبارك في يورجن كلوب ولا في ذوي. الفارس اخذ هداف الدوري. شكرا لكم على المشاهده يا اخوان، نراكم ان شاء الله في الموسم القادم من الكارير مود باذن الله بصحبه الشامبيونز ليج. زر الاشتراك هنا يا اخوان، هنا شايفينه اضغطوا عليه واشتركوا في القناه، نراكم ان شاء الله على خير.